أيهما أبشع؟ قتل 10 ملايين إنسان أم إخضاع آلاف أسرى الحرب لتجارب تتضمن بتر الأعضاء والحقن بالأسلحة البيولوجية؟ كيف لبلجيكا المسلمة واليابان الجميلة أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم؟ وما خفي كان أعظم؟ إليكم أكثر الدول ارتكاباً لجرائم الحرب في التاريخ من الأقل إجراماً إلى الأكثر توحشاً. في المركز 10 كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. من قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لجانب كوريا الجنوبية في حربها ضد كوريا الشمالية، لم تكن البلد بتلك اللطافة التي تراها بها اليوم. وعلى الجانب الآخر ارتكبت كوريا الشمالية العديد من جرائم الحرب، منها قتل لخمسة طيارين مدنيين بالطعن بواسطة رماح الخيزران ودفنهم في مقبرة جماعية، وقتل قسيس مدني في مذبحة مسعف خلال حضوره لحفل زفاف بالكنيسة. بينما بالعودة لكوريا الجنوبية فقد ارتكبت جرائم بحق الشيوعيين مثل سجنهم في ظروف غير آدمية بأوامر الرئيس سينغ مان ري وإعدام مئات الأسرى، بجانب قتل أكثر من 7000 سجين حرب ودفنهم في مقابر جماعية. في المركز 9 صربيا. كانت يوغوسلافيا واحدة من الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي حين سقوطه، ولكنها للأسف تقسمت لاحقاً لدول متعددة مثل البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا، وبسبب الصراعات العرقية والدينية دعت مناطق كالجبال الأسود وكوسوفو للانفصال، إلى أن حل الرئيس الجديد لصربيا في العام 1991 ونفذ واحدة من أبشع المجازر البشرية في حق سجناء الكروات، وهدم 35 مدينة وترك 3 ملايين لغم مزروعين في مناطق شتى، بالإضافة لجرائم إبادة جماعية ارتكبها في عام 1995 بحق مسلمي البوسنة، بما يزيد عن 8000 قتيل بين رجال وأطفال ونساء ومثلها في المسلمين، إلى أن اضطر حلف الناتو التدخل وشن حملة قصف أطاحت بحكم ميلوسفيتش رئيس صربيا، وتمت محاكمته هو والمجرمين من قادته. في المركز 8 إسبانيا. بعكس حال إسبانيا اليوم وانعزالها عن كافة الصراعات الدولية، في القرن 15 كانت أقوى إمبراطورية بحرية، ولطالما استعمرت العديد من الشعوب، وبعد اكتشاف أمريكا الشمالية ووصولهم إلى منطقة البحر الكاريبي قرروا أن كل ما يوجد بتلك الأرض هو ملكية إسبانيا، سواء كانت ممتلكات أو حتى بشر عبيد يحق لهم التخلص منهم. لذا دمروا عددا من الحضارات القديمة كالإنكا والمايا والأزتك، وارتكبوا عمليات إبادة جماعية بحق السكان الأصليون للقارة، واختطفوا زعماء القبائل كرهائن لتسليم قبائلهم. وعلى المدى القريب فقد ارتكبت إسبانيا جرائم أيضا بحق شعبها، تحديدا خلال الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي، حينما قامت حركة فرانكو سيئة السمعة بقمع أي معارض لها. لقد عثر على مقابر جماعية في السنوات التي تلت الحرب، والتي أنشأها الدكتاتور العسكري فرانكو الذي لقب بالوحش لبشاعة أفعاله. في المركز 7 الولايات المتحدة الأمريكية. بينما أدت الصراعات المبكرة بين الأمريكان والأمريكيين الأصليين إلى ارتكاب مذابح وحشية مثل واقعة عرفت باسم درب الدموع، حيث قام الرئيس أندرو جاكسون بقتل ما يصل إلى 15,000 أمريكي أصلي، وجريمة أخرى تمثلت في شنق 38 فرد من قبيلة داكوتا في حرب داكوتا الأمريكية سنة 1862. وبعد قرن من الزمان استولت أمريكا على الفلبين بعد هزيمة إسبانيا في الحرب، لتتحول من جمهورية ديمقراطية إلى إمبراطورية وحشية. لقد قتل أكثر من 5000 أسير حرب خلال الحرب في هايتي، بالإضافة لإطلاق النار على الناجين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية، وبالطبع قنبلتي هيروشيما وناغازاكي اللذان مثلا جريمة حرب كبرى، بعكس ادعاء الأمريكان أنها كانت أهداف عسكرية مشروعة، ومنها إلى قصف فيتنام وقتل أكثر من 350 مدني بريء في مذبحة ماي مالاي، وصولاً إلى جرائم الحرب في أفغانستان والعراق من قتل وإخفاء قسري وتعذيب. في المركز 6 بريطانيا العظمى. وبالنسبة للإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس، فلطالما ارتكبت العديد من جرائم الحرب، لا سيما في مستعمراتها في آسيا وإفريقيا وحتى في جيرانها مثل أيرلندا واسكتلندا. في حرب البويرة الثانية في جنوب إفريقيا قتلوا أكثر من 40,000 من السكان المحليين حينما حاولوا التمرد على الاحتلال الإنجليزي. وفي الحرب العالمية الأولى والثانية استخدمت بريطانيا الأسلحة الكيميائية برغم حظرها منذ عام 1899. وخلال الحرب العالمية الثانية غزت أيسلندا المسالمة فقط
لتحويلها لقاعدة عسكرية ضد الألمان، بجانب النهب والتعذيب وقصف المدنيين مثل قصف دريسن بألمانيا الذي أثمر عن قتل 25,000 مدني. ولم تقتصر جرائمها على فترة الحرب وحسب، بل حتى بعد انتهاء الحرب، وبرغم اقتراب غروب شمسها قاتلت بريطانيا في كينيا خلال أحداث قمع انتفاضة ماو ماو أكثر من 160,000 شخص. في المركز الخامس فرنسا. أما بالنسبة لفرنسا التي قدمت نفسها على أنها قوة حضارية عظمى تقبل الآخر، فقد عرضت على مواطني الدول التي احتلتها بقوة السلاح أمرين: إما أن تنخرط مع الشعب الفرنسي وتصبح مواطنة درجة ثانية تعمل على إثراء المحتل الفرنسي أكثر، أو تتمرد، وفي تلك الحالة ستلقي حتفك بلا رحمة. هذا كان مصير الشعب الجزائري الشقيق بعدما قدم مليون شهيد قتلوا غدراً على يد المحتل الفرنسي منذ احتلال الجزائر سنة 1852 وحتى عام 1962. أما هايتي التي احتلتها فرنسا في القرن السابع عشر، فقد قدمت أيضاً آلاف الشهداء على مر 30 عام من الاحتلال. استخدمت فيها فرنسا شتى أنواع الأسلحة المميتة، بما في ذلك ربما أول استخدام للأسلحة الكيميائية في التاريخ. تلك كانت فاتورة الحرية التي دفعتها هايتي لتنال استقلالها أخيراً سنة 1804. في المركز الرابع بلجيكا. ولربما تعتقد أن ذلك البلد الصغير الواقع في شمال أوروبا مستحيل أن يتسبب في إيذاء الآخرين، صحيح؟ في الواقع لا. بلجيكا بقيادة الملك ليوبود الثاني ارتكبت واحدة من أبشع حالات الإبادة الجماعية في التاريخ بعد أن قتل ما يقارب من 10 ملايين مواطن كونغولي. كان ذلك خلال فترة احتلال بلجيكا لدولة الكونغو الديمقراطية في إفريقيا، حينها كان الهدف الظاهري هو أعمال خيرية تقوم بها الحكومة في تلك الأرض المنكوبة، ولكن بمرور الوقت قام ليوبود بالسيطرة على أراضي الكونغوليين وبيعها للشركات الخاصة واستعباد مواطنيها للعمل كعبيد لدى أصحاب رؤوس الأعمال. من يخطئ في العمل يعاقب بقطع يديه أو قدميه أو حتى تشويهه. ذلك العقاب شمل النساء والرجال وحتى الأطفال ليكون أحد أبشع مجرمي العصر الحديث. في المركز الثالث روسيا. وما بين روسيا القيصرية إلى الاتحاد السوفيتي، لطالما ارتكب الروس جرائم الحرب، بدءا من إعدام الاتحاد السوفيتي لعائلة القيصر بما فيهم الأطفال إلى القمع والمجاعات التي طالت الشعب الروسي في ظل النظام الشيوعي الجديد، ومن داخل روسيا إلى دول البلطيق وأوكرانيا الغربية اللتان تعرضتا لحملات من التجنيد الإجباري كوقود مدفع في حروب الاتحاد السوفيتي وجرائم روسيا خلال الغزو المشترك لبولندا رفقة الألمان. وحتى عقب انتهاء الحرب اشتهرت المناطق التي ضمتها روسيا بمعدلات وفيات مرتفعة بين العمال وصلت للملايين، بجانب ذبح اليونانيين والفنلنديين في عهد يلسن، ومنه إلى بوتين الذي فاجأ العالم بغزو أوكرانيا في 2022، ولا زال الستار لم يكشف عن الجرائم التي ارتكبها بوتين حتى الآن. في المركز الثاني ألمانيا. والآن لدينا أبطال العالم في جرائم الحرب، بالطبع النازيون، ولكن لنعد قليلا للوراء ما قبل ألمانيا النازية. لقد ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين بقتل 110,000 نمبي جنوب غرب إفريقيا بعد طردهم إلى الصحراء في الحرب العالمية الأولى، بالإضافة لاستخدام الغازات السامة سنة 1914 واستهداف المدن المدنية خلال الحرب. وبالعودة لأحفادهم النازيين سنجد أنه من الصعب حصر كم المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، سواء بحق الشعوب المعادية أو حتى الشعوب المتحالفة معه. في الواقع لقد عانى كل من هو ليس ألماني نازي الويلات خلال عهد هتلر. في المركز الأول والأخير الإمبراطورية اليابانية. ونختم مع الإمبراطورية اليابانية التي برغم تاريخها القصير نسبياً إلا أنها ارتكبت العديد من جرائم الحرب، بدءا من كسرها لاتفاقية أسرى الحرب في جنيف سنة 1929 وقتل الأسرى العزل، وصولا للغزو الشين بعد معركة نانجين سنة 1937 في الحرب الصينية اليابانية، حيث قتلت ما لا يقل عن 200,000 مواطن صيني مدني. أيضا هجومها المفاجئ على الولايات المتحدة الأمريكية تم اعتباره جريمة حرب نظرا لكونها دولة محايدة آنذاك. والأكثر بشاعة ما جرى في الوحدة 731، وحدة تجارب سادية تم تأسيسها بأمر من الإمبراطور الياباني نفسه، جرى فيها آلاف التجارب والاختبارات التي أجريت على أسرى حرب ومدنيين
من اختبار أسلحة بيولوجية إلى تشريح وبتر أعضاء وحقن بدماء الحيوانات، كل هذا بدون تخدير. هل هذا بحث علمي أم سادية مفرطة؟ هذا ما نلاحظه اليوم في كوكب اليابان المسالم، صحيح؟ والآن أخبرني، من برأيك يستحق المركز الأول؟ أجبني في التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.